فلا تحمل هم المستقبل، خاصة المستقبل الذي من صنع الله وحده كالأمراض والحياة والموت. لا تفكر في مستقبل لا تدري ما الله صانع به. بعض الناس يحاتي المستقبل، ابتلي بمرض يا ترى أسلم من هذا المرض ولا ما أسلم، أموت ولا أحيا. طيب إذا مت عيالي أبنائي، ولده مريض يفكر بهذا الولد المريض، عنده صبية صغار يفكر إذا مت يكبرون من يتابعهم من يربيهم، يفكر فيهم حروب قادمة. طيب إذا صارت الحرب شو نسوي؟ إذا صار الإغلاق، إذا يبدأ عاد يفترض افتراضات لا يملك في دفعها ولا من دفعها صغيرا ولا كبيرا، حصل أو ما حصل ما تملك شيء. فكر في مستقبل أنت لك دور في صنعه،